مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة حلو كتير سهلة وبسيطة وبتتحضر معنا بوقت كتير صغير. حلو كتير، طيبة ورائعة، وإن شاء الله بتنال إعجابكم. هيدا الشكل الحلو كتير كتير فخمة. شايفين شكلها كتير روعة. نبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا كوب حليب، ضيف ملعقة طعم سكر، ملعقة طعم نشا. بحريكم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عند الخليط بهيدا الشكل منطفي الغاز. نص ملعقة صغيرة سكر، نص ملعقة صغيرة نسكافيه. خليطهم منيح مع بعض. عنا بسكوت الليدي فينجر، بصفهم بهيدي الطريقة وبحط عليهم نسكافيه. بنحط الخليط اللي عملناه فوقهم. نسكافيه حطهم على جنب. نسكافيه اللي بقى عنا بحطه بالطنجرة. بضيف كوب حليب، ملعقة طعم نشا، ملعقتين طعم سكر، ملعقة طعم كاكاو، الكاكاو من نخله. بحريكم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط وصار بهيدا القوام منطفي الغاز. بحط الخليط فوق البسكوتات. بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعة. هيدا الحلو بعد ما حطيتها بالبراد ساعة. هلأ عنا شوكولا فليك بدي زين فيها، منكسرها. هيدا الحلو اللي عملته أنا وياكم بأقل من 10 دقايق. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.